طيب نسأل رأي الكابتن الكبير كابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الأسبق ومدرب حراس مرمى فريق السموحة عن توقعاته وأمنياته لهذه البطولة بإذن الله ومشاركة مصر فيها كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق اليوم بإذن الله. كابتن أحمد صباح الخير على حضرتك، مشرف ومنور. صباح الخير يا كريم، ويعني كلنا أمنياتنا كلنا إن احنا ننافس وبقوة في البطولة، وإن شاء الله عندنا سكواد رائع جدا يعني في كل المراكز، خبرات ولعيبة عندها عدد ساعات لعب دولية محترمة. أنا متفائل جدا، وإن شاء الله بإذن الله تكون بطولة يعني تدي مؤشر على مارس إن شاء الله إن احنا فرقة نقدر نروح كأس العالم إن شاء الله. الناس انزعجت من تصريحات كيروش، أو بعض الناس انزعجت، عشان من الناس مثلا ما انزعجتش قوي عشان متصور هو بيقول ايه، انزعجت انه الراجل بيتكلم عن انه مش رايح ياخد كاس الامم الافريقيه، هو هدفه تصفيات كاس العالم او الوصول لكاس العالم. هل تتوقع ان دي تصريحات الهدف منها رفع الضغط فقط على اللاعبين؟ لا، وانا ما انزعجتش ولا فيها رفع ضغط على اللاعبين ولا حاجة. رفع ضغط على اللاعبين. وعنده لاعبين عارفهم كويس وواثق فيهم، وفي الغرف المغلقه اللي بيحصل حاجه تانية خالص. ايوه، يعني كل المدربين المحترفين تصريحاتهم دايما بتبقى من النوع ده، يعني من هو مفيش مدرب بيوعد ببطوله، اي مدرب بيوعد ببطوله يبقى اشيد. صح. ولا جوارديولا يقدر يقول انا هاخد الدوري الانجليزي، ولا كلوب يقدر يقول انا هاخد كاس يعني الامم الاوروبيه، مفيش كلام من ده. صح. المدرب دايما بيحط نفسه في كل الاحتمالات. قانون الاحتمالات ده هو قانون المدربين. لان انت ممكن تكون احسن حاجه وما تحققش نتيجه. تلعب بكل التفاصيل وتلعب في ادق التفاصيل وكل الحاجات وما تاخدش بطوله. الكره كده، الكره احيانا الدنمارك جت من بلد اعتذرت ودخلت مكان بلد اعتذرت خدت البطوله. صحيح. 92 كلنا يعني 92 طبعًا. 92 طبعا. لا، هي المساله مساله انه انا مدرب محترف ببقى عارف انا بتكلم ازاي وبقول ايه. اللي سامعني ما هماش في مستوى الاحترافيه بتاعتي. فلا يعني انا ما انزعجتش برده من التصريحات، لكن هو طبعا في الغرف المغلقه هيحمس وهيعمل موتيفيشنز وهيحلل كل الفرق وهيشتغل على كل الفرق. وزي ما قلت لك عندنا فرقه قويه جدا جدا. يعني بمناسبه الفرقه القويه يا كابتن احمد، الناس بتقعد تقول لك اصل الجزائر منتخب لا يقهر وخطير، السنغال منتخب رائع، المغرب منتخب كبير وعنده تشكيله رائعه. الناس بتبص على المنتخبات الثانيه بس مش واخده بالها ان احنا برضو منتخب قوي ومحترم. ما هو زي ما احنا شايفين الفرقه دي جامده، هم شايفيننا جامدين جدا. صح. يعني هم شايفين عندنا يعني خط هجوم رائع جدا، خط نص ملعب رائع جدا، مدافعين اقوياء جدا، حارس مرمى مصنف افريقيا، يعني احنا فرقه جامده. صحيح. وعلى الدكه ناس عاليين جدا. صحيح. فلا احنا كمان فرقه قويه، لما اسمنا يتذكر في الجزائر وفي المغرب وفي السنغال وفي الكاميرون وفي كل الفرق القويه دي، احنا برضو فرقه قويه وهم عاملين حسابنا جدا. بالتاكيد. طيب رأي حضرتك في مواجهة المنتخب المصري والمنتخب النيجيري، ازاي نبدأها؟ انت نفسك نبدأها ازاي؟ يبقى شكلنا عامل فيها ازاي عشان ندي جرس انذار محترم لباقي المنافسين؟ لازم يعني طبعا نكون احنا حللنا الفرقة بشكل جيد. فرقة نيجيريا هم ناقصين 4 لعيبة بس، مش مشكلة. عندهم لعيبة كتير جدا مش هيأثروا في تشكيلتهم يعني. لكن احنا لازم نكون محللينهم كويس جدا، مذاكرينهم كويس جدا، عارفين نقط القوه والضعف عندهم، شغالين كجهاز التحليل الفني في منتخبنا جهاز كيروش، واللعيبه قعدت واتفرجت واكثر من مره وذاكرناهم كويس جدا، الكور الثابته، طرق اللعب بتاعتهم، خطط اللعب بتاعتهم، عشان كمان احنا يكون عندنا يعني برضو رد فعل على اللي احنا شفناه. لان فرقه نيجيريا ايا كان عندهم طبعا كواليتي كويس جدا وعندهم لعيبه كويسه جدا. صحيح. طيب لو بدا طبعا النتيجه هتبقى مهمه تدي امبريشن على ان احنا فرقه قويه. ايوه بالظبط. ومش فارق معايا حتى لو احنا عملنا نتيجه مش كويسه مع نيجيريا وطلعنا ثاني المجموعه ان احنا هنلاعب الجزائر او هنلاعب
ايا كان هنلعبهم عادي جدا. صحيح صحيح. طيب كابتن احمد، لو اعتبرنا تشكيل منتخب مصر يبدا باحمد الشناوي في مواجهه المنتخب النيجيري. محمد احمد ربنا يرحمه. عفوا عفوا، محمد الشناوي يا رب يرجع احمد على خير ان شاء الله. لو بدانا تشكيل منتخبنا الوطني بمحمد الشناوي، بقت التشكيله من وجهه نظرك هتكون ايه؟ يعني اكرم الونش وحجازي فتوح حمدي فتحي والنني، وقدامهم ممكن يبقى عبد الله مثلا لو هو في حاله يعني فنيه وبدنيه كويسه. وصلاح ومرموش او تريزيجيه ومصطفى محمد. صحيح. يعني اعتقد انه ده التشكيل الانسب. يعني ده التشكيل الانسب اعتقد، يعني اذا كان حاله تريزيجيه كويسه قوي فطبعا خبراته اعلى من مرموش. لو بدنيا لسه مش جاهز يبقى مرموش هياخد الناحيه الشمال دي، لعيب جريء ولعيب عنده كاركتر شخصيته كويسه جدا. وفي بودله بقى كويسين قوي بره، يعني في زيزو، في يعني اللعيبه اللي بره لو انت هتفكر في اي حد فيهم هتلاقي محمد شريف ما يقلش، هتلاقي يعني ناس كتير كويسه بره يعني. صحيح. كابتن الكبير كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى، اتفضل. عايز بس عن 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 ثلاث اربع حراس او خمس حراس في البطوله. يا ريت. حراس كبار جدا. يا ريت يا كابتن احمد، يا ريت. يعني بونو في المغرب طبعا ده ثاني الدوري الاسباني ومكسر الدنيا طبعا مع اشبيليه. اونانا راح امبارح يمضي في انتر ميلان من اياكس. من اياكس يس. برضه ده حارس من الحراس الكبار جدا. الرايس البلحي طبعا حراس كويسين، والشناوي طبعا مصنف جدا. فانا برضه بلفت نظر الناس ان الحراس هيكون ليها دور كبير جدا في الفرق. صحيح. حراس كبار كلهم، تتكلم على حراس كلهم اسماء كبيره سواء في اوروبا او جداً حتى جدا جدا أو حتى كلهم في اوروبا طبعا. وحراس الجزائر الاثنين الاول والثاني محترفين، والثالث بس هو من الدوري المحلي. صحيح. طيب كابتن احمد انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، مدرب حراس مرمى منتخبنا الاسبق ومدرب حراس مرمى نادي سموحه، بشكرك شكرا جزيلا، دايما مداخله قيمه جدا مع الكابتن الكبير كابتن احمد نايه.